السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلب الطلبات صف الخامس، أهلا بكم مرة تانية. بعد ما شرحنا وحلينا الوحدة التامنة في كتاب المعاصر، تعالوا بقى نحل تدريبات الوحدة التامنة بالكامل في كتاب بيت باي بيت. في الفيديو ده إن شاء الله هتلاقي حل التدريبات بالكامل من أول درس لغاية التست إن شاء الله. هنبتدي بتدريبات الدرس الأول واللي موجودة في صفحة 57، وبتبدأ لنا بسؤال الاثنين. طبعا سؤال listening بيقول لي My friend Amr didn't go to the club yesterday. He had a cold. He has a sore throat. He didn't come to the football practice. He went to the doctors. The doctor told him to have hot drinks. Amr should stay home. Number one, قول عمر went to the club yesterday يعني راح النادي أمس. طبعا false، ما راحش لأنه كان تعبان. قول عمر had a toothache يعني عمر كان عنده ألم في السنان. هقول له طبعا false لأن كان عنده sore throat. Number three, قول عمر went to the doctors يعني راح للطبيب. طبعا الكلام ده حبيبي true. Number four, قول عمر should stay home يعني عمر يجب أن يجلس في المنزل. طبعا true. تعالوا يلا حبايبي نشوف سؤالنا الثاني، هو سؤال التفصيل. بيقول لي did you have did you have ده سؤال، فهقول did you have يا ترى feel، ولا did you have the matter، ولا did you have a good day at the club. اكيد did you have a good day at the club، فهوصلها ب C. نمبر 2 بيقول لي what's، طبعا قلنا حبايبي ما الامر اسمها what's the matter يعني ما الامر. نمبر 3 how do you، نفس الكلام حول how do you feel يعني كيف تشعر، هوصلها ب A. نمبر 4 بيقول لي I have a، هنا هجيب مرض حبايبي فهقول I have a backache يعني أنا عندي ألم في الظهر. نمبر 5 بيقول لي he has an earache يعني عنده ألم في ودانه. from a، أكيد from swimming يعني من السباحة. تعالوا يلا حبايبي نشوف سؤال الترتيب. طبعا هنا ما الأمر اسمها what's the matter، تاني what is the matter. Number 2 I have can milk some، يبقى طبعا الطلب بيبدأ بكان. I have some milk يعني ممكن تناول بعض اللبن. طب number 3 have do you sore a throat، طبعا هسأل هنا بدو الفعل بتاعي، you الفعل بتاعي الأساسي، have a sore throat يعني هل انت عندك التهاب في الحل. تعالى حبايبي يلا نشوف صفحة 58 رقم 4. بقول told the coach to us careful be، يبقى اذا هقول ان المدرب قال لنا نكون حريصين. يبقى هقول the coach told us to be careful يعني طلب مننا نحن نكون حريصين. نمبر 5 am friends I about worried my، طبعا هنا هقول ان انا قلق على اصحابي. يبقى I am worried about my friends يعني انا قلق على اصحابي. نمبر 6 should stay we home، يبقى هقول طبعا we should stay home. يبقى we should stay home يعني يجب ان احنا نجلس في البيت. تعالوا يلا حبايبي نشوف سؤال الترقيم. بيقول لي how do you feel، طبعا ال H capital عشان في اول الكلام. do you feel، وحط في الاخر طبعا ال question mark بتاعتي لان ده سؤال. my tooth hurts، يبقى ال M طبعا capital عشان في اول الكلام. tooth hurts، وفي الاخر طبعا حبايبي هحط في الستوب لان دي جملة عادية، تاني لان دي جملة عادية فحط في الاخر في الستوب، يبقى الام بتاعت my وفي الاخر في الستوب. تعالوا يلا حبايبي نشوف موضوع الباراجراف واللي بيكلم لي عن التوثيك. توثيك حبايبي يعني الم في الاسنان، تاني توثيك يعني الم في الاسنان. فهنا مثلا هقول ان انا كان عندي الم في الاسنان. I had a toothache yesterday يعني انا كان عندي الم في الاسنان امس. هقول ان هو كان بيألمني بشدة فهقول it hurt me
badly يعني هو كان بيألمني بشدة. هقول أنا ذهبت أكيد لطبيب الأسنان. I went to the dentist يعني حبايبي أنا ذهبت لطبيب الأسنان، أكيد طبيب الأسنان هيفحصني. يبقى he checked me يعني فحصني وبعدين أكيد هيديني دواء. يبقى he gave me some medicine يعني اداني بعض الدواء. طب وبعدين؟ طبعا اكيد هينصحني ان انا اغسل سناني. يبقى he told me to brush my teeth يعني طلب مني ان انا اغسل اسناني. he asked me يعني طلب مني to be careful ان انا اكون حريص and not to eat sweets اكيد طبعا وما اكلش حلوة. يبقى كده انا كتبت عن ألم السنان اللي كان عندي وعملت ايه والدكتور نصحني بايه. تعالوا يلا يا حبايبي نشوف تدريبات الدرس التاني، ودي موجودة في صفحة 66. طبعا اول سؤال برضو listening، عمرو بيكلم هاني بيقول له where did you go yesterday، فهاني قال له I went to the zoo، فعمرو قال له what did you see there وشفت ايه هناك، فهاني قال له I saw a lot of animals شفت حيوانات كتير، فقال له what animal did you like يا ترى ايه الحيوان اللي انت حبيته، قال له I like the lion يعني حبيت الاسد. I took many photos والتقطت كمان صور كتير. طبعا هقول هاني went to the zoo طبعا yesterday. هاني saw lots of animals يعني شاف حبايبي حيوانات كتير. هاني took many photos يعني التقط صور كتير. طيب number four بولي the animals that هاني liked was the الحيوان اللي هاني حبه كان the lion، وطبعا lion حبايبي اللي هو الاسد. تعالوا نشوف يلا حبايبي السؤال الثاني، سؤال التوصيل بيقول لي a blind man. a blind man يعني الرجل الكفيف، اكيد can see يعني ما بيعرفش يشوف. تعال نشوف number two بيقول لي the spear حبايبي is الرمح ده ماله حبايبي. طبعا قلنا a long pointed stick يعني عصاية مدببة، يبقى هوصلها ب a. طب تعال نشوف number three بيقول لي I drink 8 انا بشرب 8 ايه اكيد glasses of fresh water a day يعني 8 كوبايات ميه في اليوم. number 4 بيقول لي why is water يعني ليه الميه اكيد important for health يعني ليه الميه مهمه للصحه هوصلها بيبي. number 5 بيقول لي which part of any جزء من يبقى which part of the elephant was like a huge leaf يعني اللي كان شكل الورقه الكبيره. أني جزء من الفيل اللي كان شكل الورقة الكبيرة طبعا ده عارفين ان هو الأذن. تعالوا يلا حبايبي نشوف سؤال القطعة بتاعتنا، بيقول لي my name is أسامة، أنا اسمي أسامة، I like trips وبحب الرحلات. last week I went on a trip to the zoo with my friends at school يعني الأسبوع اللي فات أنا رحت في رحلة لحديقة الحيوان مع أصدقائي في المدرسة. I liked animals and the zoo حبيت الحيوانات اللي في الحديقة. one of these animals was the elephant واحد من الحيوانات دي كان الفيل. it was very big كان كبير. the elephant's ear was like a huge leaf طبعا ودانه كانت عاملة شكل الورقة الكبيرة. it was very tall كان طويل. the elephant's leg was like a tree trunk رجليه كانت عاملة شكل جذع الشجرة. I gave the elephant a carrot اديت له جزرة. my friend said that the elephant was the biggest animal in the zoo أصدقائي إنه أكبر حيوان في حديقة الحيوان. it was very fun كان ممتع جدا. تعالوا بقى حبايبي نشوف أول سؤال بيقول لي the underlined word it refers to طبعا عايدة أكيد على ال elephant الفيل. number 2 بيقول لي the passage is mainly about the elephant برضو عايدة على الفيل. number 3 بيقول لي summarize the second paragraph in one sentence يلا نلخص الباراجراف الثاني. قلنا الباراجراف الثاني حبايبي اللي كان بيبدأ من أول the elephant's leg ممكن أقول the elephant يعني الفيل is the biggest animal يعني أكبر حيوان in the zoo يعني أكبر حيوان حبايبي في
تعالوا نشوف يلا نمبر 4 بيقول لي what did Osama give the elephant. يا ترى أسامة ادى الفيل ايه؟ قلنا اداله a carrot. carrot يعني جزرة. تعالوا نشوف حبايبي يلا سؤال الترتيب. السؤال الرابع بيقول لي drink 8 eye glasses fresh water of. يبقى اذا هقول انا بشرب 8 كوبايات مية. يبقى I drink يعني انا اشرب 8 glasses يعني 8 كوبايات of fresh water من المية العذبة. both you wrong are. يبقى اذا هقول you are both wrong يعني انتوا الاثنين مخطئين. you are both wrong يعني انتوا الاثنين مخطئين. number 3 بيقولي elephant long the flexible is end. يبقى اذا هقول the elephant يعني الفيل is long and flexible يعني حبيبي طويل ومرن. is long and flexible. طب تعال نشوف number 4 بيقولي man had each idea a different. عايز اقول ان كل راجل كان عنده فكرة مختلفة. اذا هقول each man had a different idea يعني كل واحد كان عنده فكرة مختلفة. all you correct are طبعا نفس الكلام. you are all correct يعني انتم جميعا على صواب. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال الترقيم. بيقول لي what did the blind man want to find. يا ترى الرجل الاعمى كان عايز يكتشف ايه؟ طبعا ال w بتاعت what capital عشان في اول الكلام. did the blind man want to find out احط في الاخر طبعا question mark علامة استفهام. طيب the farmer listened to everything. طبعا التي بتاع the farmer لازم تكون capital. listen to everything حط في الاخر في الاستوب لان دي جملة عادية. تعالوا يلا حبايبي نشوف تدريبات الدرس الثالث واللي موجودة في صفحة 74. طبعا بتبدأ برضو بسؤال listening. بيقول لي my friend حازم was ill yesterday. يعني صديق حازم كان تعبان امبارح. he went to the doctors. راح للدكتور. حازم had a stomach ache. كان عنده مغص. his stomach hurts. يعني معدته كانت بتألمه. the doctor said. الدكتور قال to him to stay home. قال له يقعد في البيت. حازم took the medicine and felt well. هو خد الدواء وشعر بتحسن. هنا بقى بيقول لي حازم was ill yesterday. اكيد حازم was ill يعني كان مريض. حازم's ear hurts. طبعا قلنا ان معدته هي اللي كانت بتؤلمه. stomach. number 3 بيقولي the doctor told حازم. الدكتور قال حازم to stay home. انه يقعد فين حبايبي؟ في البيت. number 4 حازم took A and felt well. طبعا took medicine يعني اخد الدواء and felt well. تعالوا يلا حبايبي نشوف سؤال التوصيل. بيقولي امير has. يعني امير عنده. اكيد امير has a cold يعني عنده نزلة برد. do you اكيد ده سؤال. يبقى اذا هقول do you have an earache يعني هل انت عندك الم في ودانك؟ يبقى هوصلها بـ A. number 3 don't. انا عارف ان don't بيجي وراها مصدر فهقول don't worry I'll clean it يعني ما تقلقش انا اللي هنضفها. number 4 the opposite of moral. عكس اخلاقي فاكيد immoral. immoral يعني غير اخلاقي. number 5 بيقولي there are a lot of. يعني يوجد الكثير من. اكيد there are a lot of people in the hospital يعني في ناس كتير حبايبي فين؟ في المستشفى. تعالوا نشوف حبايبي يلا سؤال الترتيب. number 1 بيقولي I fell in over I playground the. طبعا هقول I fell over يعني انا وقعت in the playground يعني انا وقعت حبايبي فين؟ في الملعب. number 2 it does wear hurt. عايز اقول اين تؤلم؟ يبقى wear فعل مساعد بتاع حبايبي does والفعل بتاع it والفعل الاساسي هو hurt وحط في الاخر question mark علامة استفهام.
unwell, go with, usually, family, their, relative. طبعا عايز اقول ان الاسر بتروح مع قريبهم التعبان. فهقول family يعني الاسرة, usually يعني عادة, go with بتذهب مع, their unwell relative يعني قريبهم التعبان. Number four, I, my arm have a cut on. طبعا عايز اقول انا عندي جرح في ايه, في ذراعي, فاقول I have a cut on my arm يعني انا عندي جرح في ذراعي. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال البنكتويشن. بيقول لي امير has a toothache. طبعا الاي بتاعت امير هتبقى كابيتال عشان في اول الكلام. has a toothache يعني عنده ألم في السنان, وحط في الآخر full stop. What's the matter؟ طبعا ال W capital في أول الكلام. The matter وحط في الآخر حبايبي question mark عشان ده سؤال.